وهذا واحد الوقت ديال جمع الفناء بخصوص كيعطيني واحد الشعور ديال شعور اللي حميم وفي ذكريات كلنا جينا نسمعو خرايف في الحلقات وكان الله يرحمه الطيب صديقي واحد مرة كان دار حلقة هو مسرحية وانا بحال حتى انا راني في الحلقة بهذا الفيلم. الحمد لله انا فرحانة تبارك الله جمهور كثير ولو هاد الخرافة هي دازت وعودت ولكن هذا هو المزية ديال الخرافة يمكن نسمعوها ونعاودو ونعاودو ديما كنستحلوها فوق ما جا الخير كينفع الحمد لله ما تنسيتش مرة أنا فرحانة معلوم الحمد لله رابط كنلقاو العيالات في الإخراج في الصوت في الصورة وفي الإنتاج وهذا كله راه كيفرح وإن شاء الله ما يكون غير خير. الميساج اللي بغيتي توجهيه سواء السينمائيين سواء الناس اللي عاملين في الحق الفني؟ نقول لهم الاستمرار الاستمرار والاستمرار. باش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.